التشغيل. الأبقار المستوردة، جميع الأبقار المستوردة قبل ما تدخل لبلادنا يتم افتحاصها مخبريا ويتم التأكد من سلامتها، وهذا موضوع اللي ما فيش تساهل. فجميع المنتجات التي يتم استيرادها ببلادنا هي منتجات مطابقة للجودة وتخضع لمستويات متعددة من الرقابة ومن الاختبار. شكرا لكم. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.